ليبيا جارتنا في البحر هو عنوان كتاب أصدره رئيس أركان البحرية التركية السابق، يكشف الكثير من أسرار الاتفاق التركي مع السراج وما يرمي إليه، ويعرض الكتاب أطماع تركيا في ليبيا وما بعدها. الطريق إلى غاز المتوسط يبدأ من ليبيا، هذا ما كشفه الكتاب الذي نشره مهندس اتفاقية الحدود البحرية مع حكومة السراج جهاد يايجي، والذي تم نقله بعد التوقيع على الاتفاق إلى رئاسة هيئة أركان الجيش. وفي كتابه قال يايجي إن تحرك تركيا لتوقيع الاتفاق كان هدفه وقف مخططات تقاسم ثروات المتوسط بين اليونان وقبرص ومصر، مشيرا إلى أنه نصح بالتعجيل بتوقيع الاتفاق مع ليبيا. خبراء في الطاقة قالوا أن تعطش تركيا للطاقة من أهم الأسباب التي تدفع بها إلى التدخل في ليبيا، وذلك بحثا عن نصيب من ثروات شرق المتوسط الغازية المكتشفة حديثا. وبحسب ما أشار له الجنرال التركي ومهندس الاتفاق البحري مع طرابلس، فإن تدخل أنقرة في ليبيا ما هو إلا ورقة ضغط لإفساد مفاوضات توزيع ثروات المتوسط، فهي تستهدف اليونان وقبرص ومصر أكثر منها دعما لحكومة السراج.